واحد العصاري رئيس مجلس جهاز فاس بالناس. استمعنا كما استمع جميع المغاربة لخطاب المولوي الثاني بمناسبة ذكرى 24 لتربع جلالة الملك على عرش السلفية الميامي. هذا الخطاب الذي طبعا جلالة الملك خطاباته كلها لها عناوين وإشارة، وإذا اختارنا أن نعطي عنوانا لهذا الخطاب إنه عنوان الجدية، عنوان الجدية التي اعتمدها جلالته في تحليل كل القضايا التي أشار إليها، سواء تعلق الأمر بالجانب ديال النتائج المحصل عليها في موضوع المباريات الأخيرة لكأس العالم، أو تلكم المتعلقة بالإعداد إن شاء الله لاحتضان المشترك للدورة المقبلة خلال سنة 2030 لكأس العالم بشراكة مع الجيران إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى أن الجدية التي يعتز بها جلالة الملك ونعتز معه طبعا ديال الشباب ديالنا هي النتائج المحصل عليها في كثير من المجالات التي تموقع بلدنا داخل المنظومة العالمية، داخل منظومة الدول المتقدمة أو التواقة إلى التموقع داخل هذه المنظومة، خاصة منها ما يتعلق بالسيارة المغربية الصنع التي أشار إليها جلالته، كذلك فيما يتعلق بالمواضيع الأخرى المرتبطة دائما بالجدية، إنها الجدية في العلاقة الخارجية أيضا مع الجوار على وجه الخصوص، والإشارات التي جاءت في الخطاب الملكي أعتقد أنها مرة أخرى تؤكد ما نهجا قويما جديا يعتمده المغرب في علاقته مع الجزائر. ثم أخيرا لابد أن نشير إلى أن جلالة الملك بنفس النفس الجدية نعتز معه بالالتفاف ديال الشعب المغربي حول جلالته فيما يتعلق بالقضية الأم لمغربنا، أي القضية الوطنية، قضية مغربية الصحراء وسيادة المغرب على جميع أقاليمه. لا أريد أن أختم هذه الكلمة دون أن أشير إلى موضوع يحظى لدى جميع المغاربة ولدى جلالة الملك بأهمية لا تقل عن هذه المواضيع التي تحدثنا عنها، إنها قضية فلسطين التي يعتبرها جلالته ويعتبرها المغاربة قضيتنا الثانية بعد القضية الوطنية، أو في مستوى القضية الوطنية ديالنا القضية ديال الصحراء المغربية، والتي أكد جلالته بأن المغاربة داعمون للجهود ديال الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم وعاصمته القدس الشرقية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.